على أبواب عامها الثاني تقف الحرب الروسية الأوكرانية بين لا منتصر ولا مهزوم سوى خطوط أمامية مشتعلة وبلدات مدمرة، أوضاع ميدانية ملتهبة أججتها الهجمات الروسية على مناطق في الشرق الأوكراني، حيث أعلن الجيش الروسي الاستيلاء على بلدة جديدة مواصلا محاولات هذه لتطويق مدينة بخموت الاستراتيجية في إقليم دونباس. كييف من جهتها أقرت بصعوبة الوضع هناك، حيث تتعرض بلدة براسكوفيفكا جنوب سوليدار لقصف وهجمات مكثفة روسية، وفيما تحاول روسيا إنهاء أوكرانيا بهجمات متواصلة، تنتظر كييف أسلحة الحلفاء لشن هجوم مضاد في أواخر الشتاء يعيد لها زخم الانتصارات الذي خبى أثره مع تقدم القوة الروسية ميداناً. وقبل أسبوع من الذكرى الأولى للحرب الروسية في أوكرانيا، يعقد وزراء دفاع حلف الناتو اجتماعاً اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة قرارات الإمدادات العسكرية المزمع إرسالها لأوكرانيا، فضلاً عن اعتماد رؤية الحلف في الفترة المقبلة. وقبيل الاجتماع قال الأمين العام للحلف إن الجيش الأوكراني يستهلك كمية ذخائر أكبر بكثير من تلك التي تنتجها الدول الأعضاء، محذرا من أن هذا الوضع يعرض الصناعات الدفاعية لدول الحلف إلى الضغط. ألمانيا بدورها استبقت ما سيسفر عنه الاجتماع وأعلنت موقفها بشأن إمكانية تزويد كييف بمقاتلات حربية، معلنة أن هذه الخطوة غير واردة في الوقت الراهن. wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall für Gepard-Munition. Die wird unverzüglich ab